مين غير مين؟ تمام يا حبيبي احمد، انا بس افهم حاجه. انت عامل فيديو بتاع الحمام بتاع الحوض. ايوه لا لا لا، مش عارف اقول لك ازاي، بس هو ازاي جاله جراءه اصلا يخش البيت في الحوض الوش بتاعنا؟ الدنيا ضاقت بيه قوي، يخش يحصل الحوض الوش بتاعنا. يا جماعه محمد حضتني في ايه يا عم؟ ده بتفرج على لايف شاكوش. تصدق نسيت لمؤاخذه بقى ابو الشواكيش، عندنا ايه النهارده؟ كان حد بيقول لي انت بتطلع الحمام البرج ليه، وايه لازمه ان انت تطلعه البرج وكده. تعال بينا نشوف، تعال نروح عند الحمام. يلا بقى بص بقى يا سيدي بقى، انا اكتر واحد اصلا ما بيحبش حبسه الحمام ديت، ولا كنت عمري احب الطريقه ديت ابدا، ولا كنت عمري اعرف سلكات ولا اعرف عيون ولا الكلام ده كله. انا كنت اسيب الحمام في قلب الاوضه كده، اهم حاجه ابقى شايف قدامي ان الفرد واخد حريته كامله والفرد بيطير في الاوضه. جاب بقى انتاج ما جابش انتاج، كل الكلام ده ما كانش يفرق معايا. كان كل اللي يفرق معايا ان اشوف الفرد بيطير، لان كان كل ما اشوفه محبوس احس ان انا اللي مخنوق، احس ان في حاجه خانقاني. فالفرد لما يكون سايب قدامي بتكون نفسيتي مرتاحه من جوه. لحد بقى ما اتقرصت مره واثنين و10، اتقرصت كتير الصراحه. طب بسبب ايه؟ بسبب اللي انت شايفهم دول. هم دول الحاجات، الهزازات، النفخات. كنت في وقت من الاوقات كان عندي نفخات، غويت الهزازات ودخلت فيها على نطاق واسع شويه، لان بيعتبر كل الحمام بقى انا هزازات يعني. وشويه ودخل علينا اللاحم، دخل طبعا بالصدفه البحته، لان لما جبت جزء النفخات كنت فرحان بموت، وتقريبا قلت الكلام ده قبل كده هنا. كنت فرحان بقى وفرجت الناس كتير، وحصل اللي حصل يعني، وما مبطش خالص يعني. بس لحد ما جاله واحد قال لي بدل بلاحم، اداني بين 3 جواز لحم مضروبين. مضروبين اداهم لي، ما كنتش اعرف في اللحم. اقول له يا عم ده حجمهم زي البلد، يقول لي يا عم انت ما تعرفش في اللحم ولا ايه. انا فعلا بقى كنت ما اعرفش، فقلت خلاص يمكن الراجل عارف وخدت على دماغي فيهم. بس ما علينا، الحمد لله يعني، ربنا ينتقم منه حسب الله ونعم الوكيل. هو ده كل اللي نقدر نقوله، وان شاء الله ربنا مش هيسيب حقك. فرق الفلوس ايه يعني؟ كانت 100 200 300 جنيه مثلا، زمانهم اتخلفوا عليه الوقت بحاجه يعني. يلا الحمد لله، احنا عن نفسنا مسامحين في حقنا في الدنيا، بس مش مسامحين في الاخره يعني. الحمد لله. لحد بقى ما ايه، نويت ان انا اعدل من اللحم اللي عندي، ودخلت سلالات لحم تانية، وجبت من غواه كبار مش كبار قوي يعني، لان برضو الاخلاق ما كانتش اللي هي. برضو غواه لهم صفحاتهم ولهم حاجاتهم ومسمعين وعاملين. كنت ايام ما انا كنت في الجيش كنت عامل باقه عسكري غلبان معهوش فلوس، ما بيشتغلش، بيجيب الفلوس بالعافيه بحق الباقه، وما كنتش بستخسرها في فيديوهاتهم. كنت بتفرج على الفيديو بالعشر دقايق، ويوم ما طلبت منهم حمام بعتوا لي فرد يعني كان من ضمن المجموعه، كنت جايب 4 جواز زغليل. اقسم بالله من ضمن المجموعه فرد كده صغير قوي كده، صورته وبعته له، قلت له ايه ده يا فلان، يعني بلاش ذكر اسماء. قال لي خلي بالك انا عامل معاك الواجب، وان الحمام ده اصلا بيتباع بالريشه، انا مديك لواحم فكه بتاع 4 ريشات، وانت المفروض بقى انت تاخدها فكه ريشه، المفروض زغليل. فيعني الريشه دي بتتحسب ب 30 جنيه، الريشه اللي بتتفك بتتحسب عليك ب 30 جنيه زياده. بس احنا قلنا بما انك شاب يعني وفي الاول وكده، قلنا نقف معاك. قلت له طيب ماشي. هتقول له ايه؟ طيب هو الفرد كان بياكل بس بقى يعني من ضمن المجموعه حاجه كده. يلا يلا الحمد لله. يا بص طول ما انت عايش ياما هتشوف ياما. المهم نرجع لموضوعنا بقى، اللي بقى عندي هزازات، بقى عندي لواحم. فالحاجات دي طبعا بما اني ما كنتش بحب ان الحاجات دي تتحبس، فسايبها تاخد حريتها. كان اللي يسقط في الشارع خلاص كده شكرا الحمد لله. 1 من 100 لما يجي لك حد يقول لك انت واقع لك حمام في الشارع، فانا على ايه بقى كل الكلام ده؟ وبعدين دي حاجه انا بحبها فبزعل لما تروح مني. فيعني اضطريت وخلاص يعني، انطبق علينا الامر خلاص، اللي هو لازم يبقى الحاجه في قلب السلكات هنا. طيب بالنسبه بقى للحاجات الثانيه، شويه الزغليل اللي احنا طلعناهم البرج دي زغليل بلدي. بلدي بقى على يعني، بص اللي بيشوفها جامعي، اللي بيشوفها كليزري، سيبك من كل الكلام. انا بالنسبه لي ده كله بلدي. انا ما بقتنعش بحاجه غير الحاجات الشكل ده. انا بغوى الحاجات الشكل، اللي هو هزاز رفع عدلها، نفخ الحصاله بتاعته، وشويه كده ان شاء الله لو فوقنا للحمام بس ما هندخل شويه انواع حلوه ان شاء الله. بس يعني ان شاء الله كله بتقديم المشيئه يعني. بس يا سيدي، فعلشان كده بنطلع بقى البلد نطيره فوق، لان برضو مهما كنت انت مش غاوي نش، فانت عايز تشوف حمامتين طايرين قدامك برضو يعني. ده من ضمن المتعه في الحمام، ما انت مش هتيجي تقعد جنب الشويه المحبوسين دولت وخلاص يا فرحتي يعني، اقعد اتفرج عليهم وبعدين ايه اللي بعد كده؟ مش متعه قوي برضو. حاجه في السلكات وحاجه تبقى فوق في البرج. وهنطلع فوق نطمن على الزغليل. الحمد لله انا طلعت النهارده ما فيش اي حاجه خارجه بره الحمد لله. يمكن ربنا هداهم، يمكن. طب يمكن طفشوا كلهم؟ ان شاء الله لا يعني، ان شاء الله ده مش هيحصل يعني. فنطلع بقى نطمن عليهم، واحنا كده كده مطمنين على دول. هيروحوا فين يعني؟ قاعدين مش هيروحوا في حته. تعالوا نطلع نطمن على العالي اللي فوق ونشوفهم عملوا ايه بالظبط، وربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم، استر يا رب، استر يا رب. ان شاء الله كلهم موجودين، ان شاء الله كله موجود، وان شاء الله ما فيش حاجه ضاعت. بسم الله الرحمن الرحيم. حلب سيد حلب،
الواد اللي اخوه والواد التاني والواد ده والواد ده والولد ده في حاجه فوق. الحمد لله الحمد لله، فضل ونعمه من عند رب. نخرج نجيب الاكل بقى، احنا كنا سايبين مرحله الاكل بعد ما نطمن الاول. عشان الاكل لازم يبقى فيه نفس، يعني لازم يبقى عندك نفس وانت بتحط الاكل. الحمد لله طمنا كده خلاص كله تمام. جاهزين يا رجاله؟ مش عارف اللي انا طالبه معايا افتح الشبكه، يعني مع ان المفروض غلط والزغاليل الجديده دي موجوده. طب نفتح الشبكه ولا ما نفتحش؟ نفتح ولا ما نفتحش؟ لازم ناخد القرار ده بسرعه قبل ما نحط الاكل، لان لو حطينا الاكل مش هينفع نفتح الشبكه. مش الغرض من فتح الشبكه اللي احنا نطيرهم شويه؟ احلى نش بلدي بقى، هتتفرج على احلى نش بلدي. بص تلاقي كل فرد في اتجاه كده بيملوا السما عليك. يا ترى في مجموعه ايه يا راجل وبتاع ايه؟ شغل المجاميع ده بتاع الناس اللي بتنش والديكوره والبيبان، سيبك من الشغل ده كله. احنا بنعمل ازعارنا في الجو كده، بتلاقي كل فرد في ناحيه، واللي يركن واللي يعمل. طب ايه، نطير ولا ما نطيرش؟ نطير ولا ما نطيرش؟ ناكل وخلاص، نتقل شويه بدل ما نضيع مجموعه الزغاليل كلها نبقى ضيعناهم باذن. لا ناكل يا عم الاول، بدل ما الزغاليل كلها تطير مننا ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. لا يا عم وعلى ايه كل ده؟ خد يا عم، خد الله يهديكم. هم لسه ما بقالهمش يعني ما كملوش حتى يومين ثلاثه في البرج، خلوهم ياكلوا الاول كده وينبسطوا، وبعد كده نبقى نشوف حوار النش ده بكره بعده. الاسبوع لسه طويل معانا يعني، ما تقلق، هنطفشهم ما نطفشهم ما تقلقش. لا تقلق، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي الحلاوه دي؟ يلا ما شاء الله. مال اخوك في ايه يا معلم؟ مالكش في الاكل ولا ايه؟ لكم بتقرف، لكم بتقرف ولا حاجه؟ اقول له طيرك لو بتقرف، اصل ده اللي ناقص. يا سلام كده بقى ايه لو العلف يرجع لاسعار زمان بقى، الاسعار اللي هي ما كانتش الشكاره ب 130 جنيه والكلام ده. السوبر كان ب 130 جنيه. يا سلام، الواحد يعني ببص ممكن الواحد يجيب 20 30 جوز. ايش بقى شقلباز، ايش حلبي، ايش نفخات؟ لا احنا بنتكلم على البرج، بنتكلم على البرج. سيبك من الحاجات الزينه دلوقتي، نجيب الحاجات المطار بقى، الا البوز القصير، لان انا ماليش حظ خالص في البوز القصير. يعني روحنا كذا غنديات، بص اي حاجه مسود ما اعرفش، اي حاجه بوز قصير دي بعدها عني خالص. احنا نجيب شويه حاجات بقى من العتاوله اللي احنا بنحبها، شويه حلبيات شكل برضو. الحلبي بيمشي شكله بيمشي مطار، مع شويه الحلبيات عايزين منها السمر والصفر بيعملوا شكل خطير، مع شويه شقلبازات صفر. اي نعم بيهبطوا الحمام بس مش مشكله، على شويه شقلبازات سمر. شقلبازات سمر كان عندي، شقلبازات سمر ما اعرفش انا بعتهم ليه. كان عندي جوز ما شاء الله، والله ربنا يبارك للي خده، بس ما كانوش بيخلفوا غير حمر، ما تفهمش ليه. تلويز جدود بقى وكلام زي كده، ادي اخر جواز القرايب يعني، مش مستحب ولا في الحمام ولا في البني ادمين اللي بيربوا الحمام. بس نظبط الدنيا بقى، انت عارف احنا ممكن نعمل الحته دي برضه، بس يعني مش بكتير بقى. يعني بدل ما يبقى عندك 15 جوز بلدي، لا يبقوا 5 بلدي بس، مع العشرة الباقيين يبقوا انواع. والله ربنا كرمك وبعت من تحتهم، اه مصلحه، يبقى اغلى من البلد شويه، مع ان ما اعرفش الانواع دي هم بيبيعوها ازاي دلوقتي. انا ما بعتش حمام بقى لي فتره كبيره قوي. طب لما زغلل البلد وصلت 100 جنيه، طب انا لو عندي جوز شقلباظه ابيع عياله بكام؟ ب 100 جنيه برضه مش هينفع يعني. لازم يبقى احنا مش بنفرق بينهم ومش بنستقلب البلدي، بس لازم بقى حاجه مختلفه في السعر، نبذه مختلفه بس، عشان ده بلدي برضه في الاول وفي الاخر. فاتعودنا ان دايما البلد تحت هي بقى رتب، فالشقلباظ مثلا اعلى شويه، فالمفروض يبقى في فرق في السعر. طب الناس هتشتري الشقلباظ بكام؟ انا مش عارف، مش عارف. الاسعار الجديده دي غريبه الصراحه، بس نظبط ان شاء الله. شويه شقلباظات على شويه حلبيات زي ما قلنا، ونجيب ايه تاني من الشكل تاني؟ اقترحوا عليا كده حاجه، اي حاجه غير البوز القصير، قول لي اي حاجه غير البوز القصير وان شاء الله نحطها في الخطه بتاعتنا برضه. وما تجيش تقول لي الكشكوى برضه، لان بقى الكشكوى بوز قصير زي ما قلنا، لا ابعد عن اي حاجه بوز قصير. يبقى احنا كده نكتفي على دول لحد ما نشوف حاجه تانية معاهم. ما هو بص اصل انا يا انتوا بقى، البرج ده لازم يتظبط هيتظبط، بس ان شاء الله مش هندخل اي انواع جديده الا بعد تعديل البرج ان شاء الله. كله بتقديم المشيئه يعني ان شاء الله. البرج يتعدل بدل ما احنا واقفين كده، بص بدل ما واقف كده لا دي تعلى شويه، البرج يتظبط، وبعد كده بعون الله هندخل انواع حلوه. حتى انت تطلع كده تقعد تتفرج عليهم، يبقى ليك نفس كده تتفرج على الحاجه اللي عندك، مش هم الحاجه اللي موجوده، عشان حتى يبقى في نفس ننضف كل جمعه زي ما قلنا كده. لان بالوضع اللي احنا شايفينه ده، ولا هنعبرهم ونرجع بعد شهر اقول لك انا سبت الحمام ما نضفتلوش بقالي كتير، ونقعد بقى ايه نهر ونعد في نفس الكلام. طب ليه؟ ليه يا عم؟ ان شاء الله نظبط الدنيا ان شاء الله. انت قد ده مكان الاكل يالا، انت قاعد تشمس لي مكان الاكل يالا، قاعد تشمس لي مكان الاكل يالا. انت احول ياض ياض، انت هنا بناكل يا حبيبي، يا حبيبي هنا بناكل، ما الارض واسعه. بسم الله ما شاء الله، البرج منور اهو، الارض منوره يا جدعان. بصوا النظافه، شوفوا النظافه، الارضيه بتلمع خلاص يا جدعان. ايه
ايه يا جدعان في ايه؟ لا بس البرج واجهه واجهه، شوف النظافه عامله فيه ازاي، بتحس كده ان المكان وسع. لا بسم الله ما شاء الله، ولسه لما الجنب اللي هناك ده كله يتملى عيونه وشويه الكراكيب دي كلها تتشال، لا ان شاء الله لا هيبقى حاجه مختلفه، هيبقى حاجه مش عايز اتكلم كتير، ان شاء الله هنعمل في سنه من السنين هتلاقي البرج ده اتظبط. امتى بقى؟ لا دي سيبها مفاجاه، لان انا نفسي ما اعرفهاش لسه، بس بعون الله مش هنسيبه الا ما يتظبط، يا احنا يا البرج ده وكله على الله. طول ما احنا مع بعض هنروح من بعض فيه، هيتعمل هيتعمل ان شاء الله هيتعمل، طول ما بنعمل لايك وطول ما احنا متابعين مع بعض، وتعمل اشتراك في القناه لو مش مشترك عشان تبقى تشوف البرج اما يتعمل. بعد ما يتعمل بقى بالغي اشتراكك، يبقى شيل لايكاتك براحتك مش هتفرق، انا وقتها هيبقى واحد عندي برج معمول فخلاص بقى، لا مش هتبقى فارقه معايا دي. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ويستنى معانا البرج بالشكل الخطير.